وحلقة جديدة من برنامجكم لايف ستايل في رمضان. شهر رمضان والعبادة والتسامح وكمان الترابط الاجتماعي، وبنقدر نستغله في تخفيف الوزن اللي زاد عنا طول السنة. طيب خلينا نشوف رأي الناس في هذا الموضوع. الإنسان في رمضان بتكونش عنده قابلية كتير إنه يأكل، يعني ممكن إذا على وقت الفطور إنه نبدأ بالسلطات أو بالشربات، التمر والمي في البداية. يعني الواحد بالذات إنه لما بس بيأكل شوي في رمضان بيحس إنه شبع، يعني بلاش إنه يتقل على حاله، وإنه أكيد النظام الصحي يعني هو أهم إشي في المحافظة على الوزن. تخفيف الأكل، أكل الشربات والسلطة، تنظيمهم، يعني مش حلويات في الليل وشغلات زي هيك، يعني تنظم ما بين أكلها بعد الفطور وما بين أكلها بعد العشاء، وما تنامش على طول يعني بعد ما تأكل، تلعب رياضة إشي زي هيك. في ناس بتهتم بإنها تشرب المية والعصائر، ما تهتم إنها بالأكل، وهذا ممكن إنه يؤدي نقص الوزن يعني. وفي ناس ممكن إنه ما بتصحروا، وهذه وجبة السحور مهمة كتير، وإنه كمان يأخروا في السحور، فبهيك إنه بنقدر إنه نحافظ على وزننا. مشاهدينا، بعد ما شفنا تقرير حول السمنة، خلينا نرحب بالدكتور زياد زقوط أخصائي تغذية معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. اليوم حابين نحكي بداية عن أسباب أو نقص زيادة الوزن عند الإنسان وخصوصا بشهر رمضان. شوفي، هذا الموضوع قديم جديد، في كل شهر رمضان في كل سنة بيتكرر هذا السؤال. ببساطة الحكي في هالموضوع يتعلق بالعادة، بالعادات، يعني هي هبت موجودة عند الأشخاص إما بنمط الحياة أو بنمط العادات الغذائية. هذا ما يؤثر إما بشكل سلبي بزيادة الوزن أو بنقصان الوزن، يعتمد على سلوك الأشخاص خلال شهر رمضان. لأنه في كثير من الناس إنه شهر رمضان يعني أفقدوا روحه، بمعنى أنه هو المفروض فترة من السنة بيتم فيها المحافظة على الوزن وتخليص الجسم من السموم، ولكن للأسف إحنا اللي بنشوفه بعكس ذلك تماما، في عملية نهم وإفراط في الأكل بشكل كبير وتوسيع للوجبات من حيث الكم. يعني الفترة بالصحيح بتكون قصيرة في شهر رمضان، ولكن لو حسبنا ما يأكله الصائم بعد الإفطار، من بعد الإفطار إلى السحور، هي كم مخيف من الطعام. فهي بالأساس تعتمد على العادات الغذائية الخاطئة اللي موجودة. نيجي نوضح بالأساس كيف يعني عادات غذائية خاطئة ترتبط بالسمنة في شهر رمضان، لأنه هذا الموضوع الكل بيعاني منه، أغلب الناس وخاصة السيدات. إحنا نحكي بالبداية أنه ليش بيزيد الوزن. إحنا عملية زيادة الوزن، يعني إحنا في مفهوم أنه طاقة بتفوت على الجسم، داخل الجسم انبوت بنحصل عليها عن طريق الطعام، وفي طاقة خارجة من الجسم بتخرج كيف؟ بالنشاط البدني والرياضة اللي بمارسها الشخص، إلى جانب ما يحتاجه الأعضاء الداخلية في الجسم للقيام الأعضاء الداخلية في الجسم للقيام بوظائفها ومهامها. هيك تخرج الطاقة. إذا كانت الطاقة الداخلة على الجسم عن طريق الغذاء أكبر من الطاقة الخارجة، فبالتأكيد أنه بده يصير زيادة في الوزن، والعكس صحيح إذا كانت أقل. طيب شو علاقة هذا بالعادات الهبت اللي موجودة؟ لأنه كل شيء في الجسم مربوط بكيمياء الجسم، بمعنى يعني في هرمونات إحنا بنسميها هرمونات الجوع، بمعنى هرمون، في هرمون اسمه بنسميه إحنا غارلين هرمون. هذا الهرمون هو بنسميه هرمون الجوع. ليش؟ لأنه هو بيعمل عملية تحفيز وفتح للشهية والإقبال على الأكل بشكل أكبر. هذا كيف بيزيد؟ بيزيد إذا احنا تناولنا كميات من الدهون. إذا احنا تناولنا أكلات دسمة وكميات من الدهون بيتحفز هرمون الجوع وبصير قابليتنا للأكل بشكل أكثر. في المقابل عندنا هرمون معاكس له، هرمون الليبتين. هرمون الليبتين هذا هرمون تفرزه الخلايا الدهنية في جسم الإنسان، هذا بنسميه هرمون الشبع، يعني بمعنى هو اللي بيعطي إشارة للدماغ أنه عن التوقف عن الأكل والإحساس بالشبع.
هذا الهرمون مشكلته وين؟ انه هو يثبطه او يقلل كفاءته في العمل الكربوهيدرات والسكريات اللي هي موجودة في الحلويات اللي هي الناس بتقبل عليها بشكل كبير في شهر رمضان. اذا هذه الحلويات اللي احنا بناكلها هي عادة صارت في شهر رمضان تثبط وتقلل كفاءة هرمون الليبتين، فالانسان ببطل يشعر بالشبع. هاي هرمونين لهن علاقة بالعادات الغذائية كيف ممكن تشتغل في كيمياء الجسم، إلى جانب الهرمون الكل بيعرفه هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين بيزداد إذا احنا كمان أكلنا حلويات. طب شو بيعمل هرمون الأنسولين في الجسم؟ هرمون الأنسولين بيعمل عملية تقليل، لأنه هو هرمون بحب الدهون، بيعمل عملية تقليل تكسير الدهون وفي نفس الوقت بزيد تخزين الدهون. فإذا مجمل عاداتنا الغذائية الخاطئة من زيادة الوجبات الدسمة وزيادة الدهون في الأكل إلى جانب الزيادة في أكل الحلويات الموجودة في المطبخ الفلسطيني، كمان هذه كلها لها علاقة بشكل مباشر أنه يزداد عملية تخزين الدهون في الجسم وزيادة الوزن. نعم صحيح. فبهيك بنطلع من رمضان بوزن زيادة أكيد، وبضل الجزء الثاني اللي هي عملية قلة الوزن في شهر رمضان. هو الوضع الطبيعي أنه الإنسان إما يثبت وزنه في شهر رمضان إذا هو بيتبع عادات غذائية صحيحة وصحية، أو أنه بقل بالمعدل الطبيعي. يعني بمعنى ما بصير الشخص في شهر رمضان أنه قل وزنه بشكل ملحوظ وبشكل كبير، لأنه إذا قل وزنه بشكل كبير في شهر رمضان بده يصير في عملية علامة استفهام في الموضوع، أنه إما بده يكون عنده مشكلة مرضية. إذا إحنا استثنينا مشكلة نشاط الغدة الدرقية الموجود عنده، فممكن أنه يكون هو فقدان للسوائل، لأنه أنت بتعرف والجميع بيعرف أنه تلتين الجسم اللي بيكونه هو مية، فإذا فقد كمية كبيرة من السوائل خلال شهر رمضان فأكيد أنه بده يكون عنده نزول في الوزن. ولكن هذا النزول كاذب. ليش؟ لأنه هو عبارة عن خسران للسوائل وليس الدهون المخزنة في الجسم. نعم. طيب خلينا نحكي يا دكتور عن طرق تحسين العادات الغذائية الإنسان طبعا في رمضان. طرق تحسين العادات الغذائية في رمضان، احنا انا حكيت لك في البداية انه هو بيعتمد على العادات الغذائية، فاحنا المفروض نبدأ نغيرها. يعني عمليا انه احنا مش لازم نقبل بشكل كبير على عملية النهم في تناول الحلويات الأكلات الدسمة، هذه بدنا نبعد عنها. إلى جانب أنه في شهر رمضان إحنا يعني في عنا سلوك في عملية الإفطار وفي عملية السحور، في يعني مسلكيات خاطئة موجودة عنا، بمعنى أنه إحنا لا نقبل في عند مرحلة الإفطار، يعني لا نبدأ بشرب الماء، نبدأ الإفطار بشرب الماء أو بحبات تمر أو بصحن شوربة. بنلاحظ أنه كثير من الناس يبدأ إفطارهم بالأكلات الدسمة مباشرة، هذا طبعا له مشاكل كبيرة ويحتاج إلى حلقات. مجرد كيفية البدء في عملية الإفطار تحتاج إلى فترة، يعني كذا حلقة للحديث. طبعا يا دكتور حابين نعرف إجابة هذا السؤال اللي هو موضوع الحمية القاسية وأضرارها على جسم الإنسان، بس خلينا ناخد فاصل، بعد هيك بنعود ونستكمل حوارنا. مشاهدينا في كل مكان، فاصل ونواصل. لا صراحة أنا بحس بالثبات يعني، بس في ناس بتنزل وزنها وفي ناس بتزيد وزنها. أكيد يعني الناس اللي بتضلها تأكل حلويات كتير وإنه بس بيستنى المغرب يأذن بضلهم من المغرب لأذان الفجر هم بيأكلوا، هدول أكيد يعني إشي طبيعي وزنهم حيزيد. وفي ناس طبيعة وزنهم بتنزل يعني برمضان لأنه بتكونش عندهم قابلية للأكل. والله حسب، يعني حسب طبيعة الجسم. أنا جسمي مرات بينصح في رمضان ومرات بيضعف. يعني الحمد لله ما بتأثر، يعني أني بحاول أحافظ على حالي أني بتسحر، وبرضو في الفطور بحاول أني أوزن في الأكل. عدنا إليكم من جديد، وطبعا حابين نعرف منك السؤال يا دكتور اللي طرحناه قبل الفاصل، اللي هو موضوع الحمية الغذائية القاسية اللي البعض بيتبعها وخصوصا في رمضان وأضرارها على صحة الإنسان.
إذا أنا فهمت السؤال صح فأنت يعني المفهوم قاسية هي رجيم الحرمان أو هذا ما هو متعارف عليه عند الأخصائية التغذية. هذا أسلوب خاطئ ومرفوض سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، لأنه هذا بيأخذنا إلى جانب يجب التعريف بما هو المعدل الطبيعي لنزول الوزن سواء في رمضان أو غير رمضان للي الحابين يعملوا رجيم. إحنا بنشوف إحنا اللي بنتكلم فيه أنه تقريبا بالمتوسط 1.5 كيلو جرام أسبوعيا، يعني بنتكلم على حوالي 6 كيلو شهريا، أكثر من هيك مشكلة. فإذا نزل الوزن لأكثر من 25% من وزن الشخص خلال 4 أسابيع اللي هن شهر رمضان فهذا يعتبر خطير جدا وهذه مسألة مرفوضة. فأنا حابب أحكي يعني سواء في شهر رمضان أو غير رمضان للي حابين يعملوا رجيم أنه لا يزيد معدل نزول الوزن أكثر من 6 كيلو في الشهر. هذا بيعطينا أيضا للتنويه لنقطة مهمة جدا، يعني عملية نزول الوزن يعني للتوضيح أخطاره على صحة الإنسان. أنا بدي أحكي على أخطاره بس حابب أوضح نقطة مهمة جدا، لأنه نزول الوزن أنا حكيت لك في البداية أن وزن الإنسان بيتكون تقريبا 1/3 وما. هل عملية نزول الوزن هي كانت نتيجة فقدان سوائل أم هي عمليا حرق للدهون الزائدة الموجودة في داخل الجسم؟ هان النقطة المهمة، يعني الناس بدها تحاسب مزبوط في عملية الرجيم أنه نزلوا وزنه نزل ما يفرحش كتير، بده يعرف أنه عشان هيك احنا دائما بنحكي أنه توجه إلى أخصائي التغذية أو إلى الطبيب أنه يتابع معك عملية الرجيم عشان ما أنت ما يكونش عندك نزول وزن من فقدان السوائل مش أكثر. فبالنسبة لموضوع أنه إيش الأضرار لفقدان الوزن بالشكل السريع نتيجة حمية الحرمان أو الحمية القاسية، يعني سميها كيفما شئتي، هي عملية تكوين الحصاوي في المرارة، حصاوي في الكلى، الأخطر من ذلك هو عملية اختلال لتوازن الأملاح في الجسم، إلها مضار وأخطار كارثية موجودة على القلب وتقريبا على جميع أعضاء الجسم. في نقطة مهمة يعني كمان أنا أستغلها فرصة وأحكي فيها، في كثير من الناس يعني بيعتقد أنه الحمية القاسية يعني وكمان ممكن تنزل كوليسترول الدم، فإحنا بنحكي لا، هي بالعكس ممكن يكون لها نتيجة عكسية وترفع كوليسترول الدم، فيكونوا منتبهين للنقطة هذه سواء كمان في رمضان أو في غير رمضان. صحيح. طيب خلينا نحكي عن كيف ممكن الإنسان يحافظ على وزنه في شهر رمضان. المحافظة على الوزن في شهر رمضان هو الوضع الطبيعي، إذا إحنا اتبعنا العادات الغذائية السليمة فإحنا بنستفيد منها للمحافظة على ثبات الوزن، إلى جانب أيضا تخليص الجسم من السموم اللي في داخل الجسم اللي إحنا تتراكم معنا من الفري ومن الأكل ومن التلوثات البيئة وإلى آخره في مدار العام كله. لأنه اليوم يعني حتى في الغرب بيعتمدوا نظام الصيام، يمكن نظام بيسموه نظام الدوتكس، تخليص الجسم من السموم، فإحنا نستغل إحنا كديننا يعني إحنا نصوم، فنضيعش الفرصة الذهبية من الصيام بالموضوع النهم والأكل والأمور هذه. فإذا إحنا لازم نعتمد على موضوع الابتعاد عن الحلويات والنهم فيه، الابتعاد عن الدهون، الابتعاد عن حالة الخمول والكسل المطلق اللي احنا بنشوفه عند اغلب الناس في شهر رمضان، لانه الناس في شهر رمضان اما بتفرجوا على التلفزيون او على الكمبيوتر او نايمين، فبالغالب هم بعيشوا فترة كسل كبير في هذا الشهر الى جانب زيادة كميات كبيرة من الطعام، وهذا هو اللي بيسبب نتائج كبيرة وبنطلع في النهاية بشهر رمضان بعكس ما هو المفروض أنه يكون. صحيح. يعني بنقلل كثير من النشاط البدني وبنزيد من الأكل فبيحصل إشي عكسي. أكيد أكيد، وهذا هو معاكس تماما لمفهوم الصيام وفلسفة الصيام إحنا في ديننا الإسلامي، فإحنا المفروض نحاسب على هذا الموضوع ونحاسب نحافظ على عاداتنا الغذائية الصحية والسليمة، إلى جانب أنه شهر رمضان المفروض أنه إحنا نستغله
وقديش احنا نستطيع انه نتحكم في شهوة الاكل اللي موجودة عندنا. فما ما يصيرش انه الانسان بصوم 16 ساعة وهو على يعني احر من الجمر انه وقديش بده يجي الاذان عشان يبدأ في عملية النهم الجنوني في الاكل، وهذا موضوع كارثي. فمشان هيك احنا لازم ناخدها عادة، فرصة انه نغير احنا من عاداتنا في شهر رمضان، ونستطيع انه نتحكم في مسلكياتنا الغذائية واليومية في شهر رمضان عشان نستمر فيما بعد شهر رمضان كنمط حياة مستمر لبقية العام. صحيح، وحتى ما يأثر علينا بعد شهر رمضان ينتهي على خير. أكيد يعني في ناس اللي بيزدوه في شهر رمضان يعني بدهم أشهر كثيرة أنه لما يتخلصوا منه. أنا يعني أضرب مثل، إذا الوقت بيسعفنا بعرفش معنا وقت لأحكي في هالنقطة ولا لا، بإجاز يعني سهل جدا أن الإنسان يكتسب كيلو من الوزن أو كيلو دهون تتراكم في جسمه ويزيد وزنه، ولكن قصة كبيرة وحكاية أنه إحنا كيف بدنا نتخلص من هالكيلو اللي إحنا ازداد وزننا. تخيل أنه إحنا بنحتاج لأكثر من حوالي 7000 ل8000 سعر حراري إحنا محتاجين نفقده عشان إحنا نتخلص من كيلو واحد تراكم في داخل جسمنا. 7000، احنا عشان تكونوا في الصورة، احنا ما يحتاج الانسان الطبيعي حوالي 2000 سعر حراري على مدار ال 24 ساعة بالمتوسط يعني، فما بالك احنا بنتكلم على 7500 سعر حراري. هذول لازم يكونوا بالماينس عنا عشان احنا نخسر كيلو واحد في زيادة وزن احنا اخذناها، اما احنا نستخرجه عن طريق الحركة والنشاط البدني الى جانب جزء منه عن طريق انه احنا نقلل كمية غذائنا. فنكون حرسين، زيادة الوزن سهلة ولكن الصعوبة في فقدانه. فمن نحاول في شهر رمضان نضبط نفسنا عشان ما يزيدش وزننا عشان ما نضطرش نفوت في مشكلة تنزيل الوزن والوصفات. أهان يعني أنا كمان بدي أذكر شغلة، يا ريت الجميع يعني يبتعد عن الوصفات الشارع. يعني زميله بيعطي له وصفة في الشارع، بيسمع وصفة، بفوت على النت بياخد وصفة، هذا خطأ. ليش؟ لأنه كل شخص يحتاج إلى نظام غذائي خاص ابو إذا كان بيحتاج له الرجيم، وخاصة هذا الموضوع أنا بوجهه للسيدات لأنه عندهم قابلية كبيرة لعملية الرغبة داخلية في تقليل الوزن، فدائما بفوتوا في مشاكل صحية نتيجة أنظمة رجيم خاطئة، إما إحنا بنسميها وصفة الجارة أخذتها من الشارع ومن زملتها في العمل أو عن طريق النت، فبصير عندها مشاكل كبيرة في وضعها الصحي بشكل عام نتيجة هذا النظام الخاطئ. في النهاية بنشكرك يا دكتور على هذه المعلومات المفيدة اللي أعطتها إلنا وللسادة المشاهدين، وطبعا المعلومات والحوار كان كتير شيق معك. حياكم الله وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله هالشهر الكريم الكل ياخذ مبتغاه منه، واللي حابب ينزل وزنه وينزل وزنه، ولكن بالأنظمة الصحيحة مش بالحمية القاسية ولا حمية الحرمان. وحافظوا على حالكم وصحتكم، وأنه نستغل شهر رمضان أنه احنا نطلع فيه جسديا وروحانيا بشكل رائع. شكرا لك. مشاهدينا في كل مكان وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.